تقرير جليلة بن فتان. حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتواصل بعد انقطاع جزئي بسبب مرور إعصار ساندي على البلاد. المرشح الديمقراطي بدأ أقل حدة في انتقاده لخصمه الجمهوري ميت رومني مما كان عليه قبل أيام. باراك أوباما في كلمة ألقاها في كولورادو قدم نفسه كرجل موحد للأمريكيين بعيدا عن الانقسامات الحزبية. لا يوجد ديمقراطيون أو جمهوريون عندما يحدث لنا ظرف طارئ، لا يوجد سوى أمريكيين متآخين. وردا على الهجمات الدعائية بينه وبين منافسه ميت رومني قال: رهانهم هو أنكم لن تقوموا بالتصويت في الانتخابات، هذه هي استراتيجيتهم الكبرى، ولكن رهاني مبني على الحس القومي العالي للشعب الأمريكي. في المقابل ميت رومني الذي وصل حملته الانتخابية رغم الإعصار لم يغير استراتيجيته وبدأ في فيرجينيا مستعدا للانتخابات داعيا إلى وضع حد للانقسامات السياسية من أجل أمريكا قوية. أعرف أن هناك بعض الأشخاص يؤمنون بأننا يجب أن نبقى على خط سيرنا الحالي، الأحوال تسير وفق منحى جيد، أعتقد أن الأمريكيين يحتاجون إلى التغيير الحقيقي، وعدنا بذلك وسنمنح ذلك للشعب الأمريكي. حسب آخر استطلاعات للرأي يتقدم المرشح الديمقراطي المنتهية ولايته باراك أوباما بفارق طفيف جدا لا يتجاوز 1%، حيث حصل على 47% مقابل 6%.